بفاملي اليوم مشاهدينا موضوعنا هو الاكزيستنشال ثيرابي او العلاج الوجودي، وضيفنا هو الوحيد بمنطقه الشرق الاوسط المتخصص بهالمجال. برحب بالدكتور بول دواليبي. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا فيك، شرفتنا. ميرسي. حضرتك عندك دكتوراه بالفينومينولوجي من جامعه السوربون باري 4، وكمان دكتوراه بالفلسفه العقائديه، ومتخصص بالعلاج الوجودي والوحيد المتخصص بهالمجال منطقة الشرق الأوسط. بدنا نعرف المشاهدين اليوم على هالاختصاص اللي هو نوعا ما جديد بمنطقتنا، ولكن ما جديد أبدا بدول الغرب. شو هو الاكزيستنشال ثيرابي؟ نعم، بشكل سريع، في عندنا نوع من اثنين بسيكياتر، هن ميداغ بوس ولودفيغ مينزفينجر، اللي هن تلاميذه لفرويد وأصحابه. بعد سنين طويلة من الممارسة البسيكياتري والبسيكاناليز، تعرفوا على فيلسوف ألماني اسمه مارتن هايدغر، اللي هو مؤسس الفينومينولوجي مع هوسير، يلي كتب كتاب بينعد من أهم كتاب القرن العشرين، اللي هو شو هو الإنسان وشو هي هويته الأصلية. انطلاعا من هالهوية الأصلية، اكتشفوا أنه البسيكاناليز بتشتغل على العوارض سيمتوم، ولكن ما عندها كثير معرفة حقيقية عن هوية الإنسان الأصيلة، يلي كشفها هايدغر بطريقة مختلفة وجديدة. وصار في نوع من مصالحة بين الفلسفة وعلم النفس تيشتغلوا على أنه يشتغلوا على هالإنسان بطريقة أصيلة وبطريقة عميقة أكثر، يعني بنشتغل على جذور الإنسان، على هويته الحقيقية أكثر من عوارضه المرضية ومشاكله النفسية. يعني دمج بين الفلسفي والسايكولوجي، بين علم الفلسفي وعلم النفس. صحيح. فإذا بدل ما نشتغل مثل الشجرة، بدل ما نشتغل على أوراق الصفر نقصهم أو نطعمهم، نرجع على الجذور نشوف من الجذور شو هي المشكلة، اللي هي هوية الإنسان من اللحظة اللي بيولد فيها، كيف بيتكون، كيف بيتأسس، وكيف من بعد هويته بينتقل ليندمج مع ناس، يقبل شروط المجتمع إذا فينا نقول، لتوصله أنه يطلع من حاله ويصير يشتغل مثل ما المجتمع بده، وهذا اللي بيوديه للأمراض أو المشاكل النفسية، وكيف فينا نراجعه له الهوية الحقيقية. يعني من أسس هالعلم هو أنه في فرق بين الهوية والشخصية. صحيح. فإذا منشوف من أول ما يولد الإنسان بيطلع من بطن أمه بشكل كتير، إذا فينا نقول في عنف جسدي وعنف نفسي على الولد. عملية الولادة جسديا وحتى نفسيا. منشوف هالولد ما عنده أي نضج عقلي، ما عنده أي قدرة نفسية يقدر يحلل ويميز، ولا أي خبرة بالحياة، عم ينفصل عن أمه، عم بيبقى ساعات طويلة نايم لحاله، ببلش يعيش نوع بطريقة لا وعي، أكيد بلش يعيش نوع من خوف كبير، قلق كبير، عدم أمان، عدم ثبات، خوف الانفصال، خوف من العالم جديد ما بيعرف عنه أي شيء، خوف أنه جوع، أنه يموت حتى، لأنه الولد ما في يروح يأكل إذا ما صرخ وبكي وما حدا سمع له، ممكن يموت. فإذا ببلش يخلق عنده نوع من الهوية بطريقة سلبية بالبداية، ولكن بنشوف بعدين أنه هن أجمل شيء بالإنسان. فإذا قلق، خوف والقلق، عدم أمان، هن أجمل شعور. نعم. للإنسان منشوف بعدين هن أكتر شيء بيحموه، أكتر شيء بيعطوه قدرة على أنه يرجع لذاته. نعم. ولكن بالبداية لأنه هن بيكونوا دافع لقلو، بتصور. صحيح. لأنه بعده صغير ومنه فهمهم، لأنه هالقد تقال، ببلش يعيش نوع من يحس أنه محدود، يحس أنه ضعيف، يحس أنه ما عنده ثقة بحاله، يحس بحاجة للآخرين، ما في يكفي حاله. فإذا بيروح لوين؟ عند يلي بيعطيه كل شيء بده اياه، هو الاخر. بصير في عنده صوره هاله كبيره للاخر، ما بهمنا من نحن وصغار مين الاخر بحد ذاته، ولكن شو بيأملنا حاجاتنا. صحيح. يعني من البدايه ببلش يصير عندنا نوع من الاتكال اذا بدك، او الادمان على الاخرين، حضور الاخر ودوره بحياتنا، وهذا الشيء بخلينا ننفتح على المجتمع، نطلع من هويتنا الاصليه، نبلش نكون شيء مسميه شخصيه او بيرسوناليتي. شو بيرسوناليتي؟ من اللاتين بيرسونا، من اليوناني بروزوبون. شو يعني بروزوبون؟ ماسك، القناع. يعني ولكن بفهم منك دكتور دواليبي انه الشخص بيخلق صفحه بيضاء. صحيح. ولكن الاخرين هن اللي بيعبوا هالصفحه نوعا ما. فاذا اكيد في لنا دور، ولكن كنحنا وصغار دورنا المباشر مع ذاتنا كثير ضئيل، لسبب علاقتنا منا مباشره مع ذاتنا، بتمرق دائما بالاخر. اذا الاخر حبني
أنا إذا محبوب، إذا الآخر قال لي أنا حلو فإذا أنا حلو، كل ثقتي بحالي، كل نظرتي لذاتي بتمرق بالآخر، وممكن يكون الآخر دوره فعال وإيجابي، ممكن يكون كمان سلبي ومهدم لحياتي. فإذا كل حياتي بنبش مين بده يعطيني اللي أنا بدي إياه تما أرجع أعيش عدم الأمان والخوف والجوع، وكل حياتي عم نبش عمين يحبني يعطف علي يعطيني اللي أنا عم نبش عليه، ولكن الآخر مثلي عم بنبش على نفس الشيء. ولكن هالمرحلة هي مرحلة طبيعية من حياتنا. نعم. دكتور مرحلة. نعم. كلنا من مر فيها. صحيح. لأنه ما في ولد بيخلق منه بحاجة للآخرين. صحيح. حتى ينمى. هي طبيعية وضرورية وأساسية وكتير مهمة بحياتنا، لو كان لها دور كتير سلبي بحياتنا، ولكن هي بحد ذاتها وبوقتها كتير إيجابية وبناءة. نعم. ولكن نوصل لوقت مصير نشوف انه الاخر ما في يعطينا كل شيء نحن عم نبش عليه، ما بيقدر يفهمنا مثل ما نحن، ما بيقدر يفهمنا نحن مين. وهذا الوقت بيختلف اكيد بين شخص واخر. صحيح. ومدى تأس. نرجع لحديثنا مشاهدينا بفاملي مع الدكتور بول دواليبي، اختصاصي بالعلاج الوجودي اللي هو علاج نوعا ما جديد وعم يشرح لنا اياه اليوم بفاملي. كنا عم نحكي عن الفرق بين الهويه والشخصيه. نعم. يعني عرفنا انه نعم. بهالعلم في فرق كبير بين الاثنين. نعم. الشخصيه بتتكون من قبل الاخرين. نعم بشكل اساسي. الهويه هي شيء إنسان فينا كلنا عنا إيه، ولكن نكتشفها لاحقاً. نكتشفها لاحقاً لأنه بعده كتير كبير وكتير كتير عميق، الولد منه حاضر يفهمه، بيهرب صوب الشخصية، يبني شخصية مع الآخرين لأنه بحاجة للآخرين، وهذا شيء ضروري ومهم بوقتها. ولكن بما أنه المجتمع بيجبرنا بأشياء كتيرة، من تقاليد لديانتنا لمدرستنا لتربية أهلنا، منلاقي حالنا عم نرتدي أقنعة مختلفة حسب وين. صحيح. موجودين. لهدفين، الهدف الأول أو السبب الأول، هل قد منستحبي حالنا، هل قد منخاف من حالنا، هل قد مش فهمانين حالنا، منحط نوع من ماسك تنحمي حالنا من نظرة الآخرين يكتشفوا هالأشياء اللي ما بيقدر يشوفوها. مثلا أعطيني إكزامبل دكتور، يعني كيف ممكن أنا ارتدي قناع؟ صحيح. منلاحظ شغلة بالمجتمعات، بس كون بدي أظهر من البيت ما بظهر مثل كأنه قاعد بالبيت، بدي زبط شعري، بدي حط المرأة، بدي حط ميك أب، من كل النواحي بالمظهر. قد ايه بنهتم بمظهرنا الخارجي بكل مرة بدنا نظهر من البيت، قد ايه بنهتم بالطريقة. ولكن هذا مصدره قلق وخوف وقلة ثقة بالنفس. ما بتصور هي قلة ثقة بالنفس بشكل أساسي، لأنه بحاجة دائما مثل ولد صغير بحاجة يرضي أمه وبيه، يرضي أستاذه أو معلمته بالمدرسة، لأنه إذا ما رضيها ما بتعطيه اللي بده إياه، ما بتحبه، ما بتعطيه اهتمام، ما بتقول له أنت أنا بحبك وأنت شاطر وأنت مهم. يعني الناس ما بيحبوني أو ما بيتقبلوني إلا بهالمظهر بالذات، فلذلك لازم يكون بهالشكل كل ما نوجد بالمجتمع. صحيح. لأنه المجتمع ظهرنا نوع من ستار، إذا فينا نقول نوع من إيدول بحياتنا، بتقول إذا كنت هيك يعني بتكون محبوب، إذا كنت هيك بتكون مشهور، بنصير كلنا نقلد هالأشخاص. يعني هو شعور الأكسبتنس أو القبول. صحيح. اللي عم نبحث قبول الآخر لإلي لأنه أنا مش قبلين حالي. كل ما تزيد عدم ثقتي بحالي، عدم قبولي لذاتي، كل ما يزيد إدماني وحاجتي أنه الآخر يقبلني مثل ما أنا. والعكس صحيح، كل ما اقبل ذاتي واوثق بحالي وتصالح مع حالي، كل ما اتحرر من نظره الناس ما يقعد عندي خوف يقبلوني ولا لا. وهيدي الاقنعه المجتمع بيفرض علينا؟ المجتمع بيفرض علينا، وبذات الوقت نحن بنفرضها على حالنا، لانه ما عندنا بعد علاقه مباشره مع ذاتنا، ولانه الاخر هو المصدر الاول يلي بيعطينا اللي بدنا اياه، مجبورين نحط ماسك. وهذا هون السبب الثاني، لانه بالحياه دائما في شروط. بتلاحظ الولد صغير بس بده شغله وما اعطيني اياها بصير يبكي، بعدين اذا ما اعطيني اياها بنعيط عليه بنقاصصه تنربيه، بصير مع الوقت يتعلم ويتعود انه مش كل شيء بدك اياه فيك تحصل عليه. بصير قدام اهله والناس بيعمل لهم اللي بدهم اياه، بس جواته منه مقتنع، بيعمل الاشياء بالمخفي، وهون بيخلق نوع من شخصيتين عند كل واحد منا او وجهين لشخصيته، بتخلي يصير عندنا نظره للاخرين او قدام الاخرين وجه للمجتمع ووجه. صحيح. وجهنا الحقيقي. النسبه الاكبر من الناس بمجتمعنا بتعيش بهالطريقه، عندها هالازدواج بالوجوه. كلنا مجبورين نقطع بهالمرحله، ما في انسان ما بيقطع فيهم. يعني طبيعي يكون عندنا وجهين او حسب. صحيح. بنقول طبيعي، كلمه طبيعي يعني حتى الحيوان فينا نقول عنه هو من الطبيعه. بنشوف كيف باول مرحله من حياتنا بتكون كثير طبيعيه، يعني كثير بنقول انستنكتيف،
بنتصرف بطريقة عفوية. المجتمع بصير يعلمنا نفكر، المجتمع بصير يعلمنا نكبت التصرف الطبيعي اللي فينا حتى نظهر نوع من تصرف اجتماعي مقبول من الناس، ولكن هالشي بيخلق لنا نوع من كبت جواتنا، فرستراسيون جواتنا، بخلينا مع الوقت نصير نفهم كل ما نطلب من الآخرين، كل ما الآخرين ما يعطونا اللي بدنا إياه، كل مجبورين نعطي من ذاتنا تنقنعهم بعبر الإغراء، عبر الكذب، عبر الماسكات، عبر كل الأساليب، نفرجيهم ان احنا بنستاهل انكم تحبونا وتعطونا اللي بدنا اياه، ولكن على حساب شو؟ على حساب حقيقتي وعلى حساب طبيعتي. منلاقي دكتور دوليبي انه بمجتمعنا في نسبه كثير قليله من الناس منا مؤيده بقيود المجتمع، ومنلاقي انه مبسوطين ومرتاحين واخر همهم. صحيح. تخيلي بعطيكي مثل، اذا انت عم تسبحي بالماء وبداخلنا بعرف انه كل واحد منا بيحسد هالناس بنتمنى نكون منهم. صحيح. ولكن ما عندنا الجراه انه نعيش مثلهم. هذا شيء مزبوط. كلمه جراه كلمه اساسيه. الجراه بتجي من النضج. ما في عندنا نضج. النضج بنسميه النضج النفسي العاطفي والنضج العقلي. بس يصير في عندنا اياهون، بمعنى انه نوقف فجاه اقول ليه ماشي مثل كل الناس بدون ما افكر، انا بدي افهم انا مين وبلش عن جديد. اوعى مين انا؟ اسال هالسؤال، انا مين؟ بس اسال هالسؤال بتبلش حياتي تاخذ نوع من نظره جديده للواقع. الواقع ما بيتغير، مثل الهواء اللي بيقطع على كل الناس ما بيتغير. انا نظرتي للناس، نظرتي للحياه ولذاتي هي اللي بتتغير. وهون ببلش لحظه حقيقه مع ذاتي، اطلع من الماسكات، من الادمان، من خوفي، من هروبي، بسميها اكزيل اكزيستنسيال، نوع من هروب، نوع من تغرب. شو عم نخبي وراء هالاقنعه؟ عم نخبي حقيقتنا يلي مش مقتنعين فيها وعم نهرب منها. وهيدي سببها شو؟ يعني تربيتنا؟ اهلنا ما زرعوا هالثقه بالنفس فينا؟ ما شجعونا انه نكون نفسنا وين ما وجدنا؟ نعم. منشوف المشكله مش بس بالاهل، اول شيء بتبلش فينا، نحن عم نهرب من ذاتنا، عم ننفتح على عالم، عم بيعلمنا كيف نكون لانه ما عندنا اي مرجعيه. مش راضيين عن ذاتنا حسب شو بنشوف بالمجتمع. ما لنا راضيين على ذاتنا، ما لنا راضيين على المجتمع لانه عم يكبتنا، ما عم بيعطينا اللي بدنا اياه، بنعيش بعالمين بين اثنين. وهذا الشيء اللي بحطنا بمطرح بنعيش نوع من وجع دائما، لو قد ما انبسطنا دائما بنحس انه هالبسط ما رح يكمل، ما بيدوم، بنفكر دائما رح يرجع وقت ارجع احس حالي وحده. يعني بنقضي كل النهار عم نركض وعم نحاول نكون منتجين ونحقق احلامنا واهدافنا، نتقرب منهم اكثر، بنوصل لاخر النهار منتهكين ومنا راضيين وما وصلنا للي بدنا اياه وكانه ما عملنا شيء. صحيح. هيدي مصدرها شو؟ كمان هي عم نركض وراء الاشياء الغلط؟ عم نهرب من ذاتنا، عم نطلب اشياء سطحيه، مثل كانك عندك شجره عم تحطي لها نقطه مي، قد ايه رح تغذيها؟ اذا ما غذيتيها بجذورها ما رح تقدر تشبع. نحن نفس الشيء، اذا ما اشتغلنا على جذورنا وحقيقتنا ما في شيء بالعالم الخارجي والسطحي ممكن يشبعنا. بالعلاج الوجودي كيف ممكن نرجع لنفسنا؟ كيف كيف يعني شو الخطوه الاولى بتكون؟ اعتراف. اول شغله، اول شغله اقول انا ماني مبسوط بحياتي، حاولت اشياء كثير ما وصلت للي بدي اياه، وعم بفهم انه كلها اشياء سطحيه بحياتي، وبعرف هالشيء ما في كذب على حالي، كيف ممكن ارجع اتصالح مع حالي؟ فاذا اللحظه الاولى هي لحظه نوع من شك، دوت، انا ما في اكمل هيك، انا بدي اخذ قرار، يكون عندي جرأه، روح بلش ابني حياتي عن جديد بطريقه صحيحه. فإذا هاللحظة بحد ذاتها منساعد هالإنسان بعدة مراحل، وهون نبلش نتميز عن شيء اسمه علم النفس، أو إذا فينا نقول الثيرابي بسيكاناليتيك. أول شغلة نتطلع بالشخص اللي بيجي لعندي، ما بشوفه كإنسان مريض، بشوفه كشريك، شريك بحياة الإنسانية. يعني أكتر شغلة بتوجعنا بس نحس أنه أنا لحالي، ما في حدا معي، ما في حد عم يفهمني. هلأ أكثر شغلتين بتوجع الإنسان، هيدي شعور الوحدة بتصور، هيدي بنتشارك فيها كلنا، هيدي بنتشارك فيها إنه ما في حدا لحاله، كل يلي عم بتعيشيه أنا عشته كمان بطريقة مختلفة، وأنت منك لحالك، وشو ما تقولي بهالمطرح العميق أنا بقدر أفهمك لأنه أنا كمان عشته. فإذا بصير في نوع من شراكة كيانية، نقدر نفوت بشراكة، مش أنا حكيم وأنت مريضة، بالعكس في نوع من شريكين عم نشارك مع بعض حتى نتقدم بالحياة. يعني مش أنا لوحدي اللي عندي هالشعور، مش أنا لوحدي اللي عندي هالأسئلة أو الشكوك حول حياتي. صحيح. فإذا وجعك منه مرض،
بشكل أساسي. وجعك هو تعبير عن إنسانيتك، عن حبك للحقيقة اللي فيك. يعني لما بيتوجه لعندك الشخص، الخطوة الأولى بتكون شو؟ تقييم عام لحياته؟ صحيح. فإذا الخطوة الأولى قبل ما نقيم حياته، اليوم إنسان جاي موجوع لعندي، ما فيي أخده على ماضي بلش حل له مشاكله هو منهار اليوم. أول شغلة بدي أرجع ساعده، أعطيه مناعة، أرجع ساعده يكون قوي. أول خطوة هو اشتغل على حاضره، على اللحظة اللي هو جاي لعنده. مناعة ضد المجتمع وتأثير المجتمع عليه؟ نعم، نوع من مناعة ترجع أعطيه نوع من غذاء من جواته. يعني هالغذاء مثل واحد عندك حساب بالبنك، شو ما بدك فيك تشتري، كل ما يكتر مصرياتك ما بقعد عندك خوف. بحياتنا النفسية والكيانية عندنا نوع من مناعة، من بنك مناعة، كل ما يفضى كل ما يصير تأثير الخارج قوي كتير علينا، كل ما نرجع نعبيه كل ما يصير عنا قدرة نقدر نواجه الخارج. يعني يصير عنا نوع من الحصانة. نعم. على العوامل الخارجية. صحيح. External factors. حصانة كيانية. حلو كتير. دكتور دواليبي، بتصور حديثنا بيتطلب حلقة إضافية لأنه في تفاصيل كتير ما حكينا فيها. و it's a very interesting topic. نتمنى تكون ضيفنا كمان بحلقة مقبلة حتى نحكي بعمق أكتر بهالموضوع. أكيد. شكرا لوجودك معنا. تينا صباح الخير. صباح النور، كيفك رولا؟ أنا كتير منيحة، وأنت؟ كيفك بهالشتوة اليوم؟ أنا جيت، الطقس ما كان كتير عاطل، كان في شوية هواء. إيه لا، هلا رجعت تشتي شوي، حسينا هيك بتغيير موسم، بلش يتغير الطقس. وللأسف هالطقس، تغيير الطقس بالأحرى بيأثر على كتير هيك المود ونفسيتنا. هيدي من الاكسترنال فاكتورز دكتور داولي اللي لازم نشتغل عليها، ما نخلي شيء خارجي يأثر علينا. حبيتي موضوعنا اليوم تينا؟ كتير حلو الموضوع. اكزيستنشال ثيرابي. فيري انترستينج، ومثل ما قلتي في كتير يعني متشعب كتير. الواحد بيقدر يقعد يتسمع على ضيفك. صحيح. وانا بحس انت من الاشخاص اللي ما كثير كمان بتتايدي بقيود المجتمع. لا ما كثير، ما كثير بحب ما كثير اعطي اهميه للمجتمع قد ما لحياتي انا الشخصيه. حلو كثير، عقبالنا كلنا تينا. بس بدها شغل. بدها كثير شغل. ودكتور دواليبي جاهز لنا ولكل المشاهدين. شو عنا اليوم بولدا؟ عنا بداية مع رندا. بداية اكيد مع رندا، رح نحكي كمان شيء له علاقة بموسم المدارس. بتعرفي اكثر المدارس بلشت، رح نحكي عن ديفرنت ساندويتشز وسناكس ممكن نبعتها مع الاولاد على المدرسة، وباقي فقرات ولدا وسناكس واكلاتنا اللي ممكن نحن ناكلها اليوم. يس، اليوم اشياء طيبة. شريمبس. شريمبس مع جاد بفكر. يس اكزاكتلي. تفضلي. اوكي.